راشد بيه. اهلا يا باشا. فتون ايهاب باشا اللي حكيت لك عنه. اهلا يا كابتن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا كنت عارف ان انت قلقان، دي اول مره تعمل معايا، عشان كده جيت لك من المطار على طول. تسلم تعيش يا باشا. اتفضل يا هاني. تشكر يا اخوي، ده كريم وش. افتحيها. خد. افتحيها من تحت. هاتي هاتي هاتي. خد يا راش. احنا في كومباوند، انت هتفضحنا؟ لا ايوه صح صح. انا بقى كل سفريه ليا لازم اجيب هديه من دول لحبايبي. في كده يا باشا تعيش وتجيب لنا، ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بس عشان السياح. يلا نطير. تعرف تركب من هنا ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا طبعا. يلا تمام. قلت لك انا 10 ايام اهو بالظبط وجاب الحاجه. تسلم يا باشا. يلا ربنا يخليك. يلا سلام يا كابتن. يلا. يلا يلا يلا. الله اكبر يا اخوي. ايوه كابتن شقو شويه. اقفل يا عم، مش عايزين فضايح. والله وهتلعب معانا يا بت. شوف يا طارق بيه، انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقالي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب، من مديريه لمديريه، ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقالي 2.5 سنين بنلف على الحكايه دي، من مديريات لاسير لحواري، وبرضه مفيش حاجه بتحصل. انا ماليش دعوه بيك، انا طارق شاهين. بص يا باشا، انا ممكن اوصل لاي حد في البلد دي تتخيله او ما تتخيلوش، ممكن ادفع اي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها. ايه ده يا طارق بيه، ركز في الكلام اللي انت بتقوله. انا مقدر ظروفك كويس وانا واقف معاك للاخر. الو. ايوه معالي الباشا. ايوه يا باشا تحت امرك. انا مقدر ظروفك. ايوه يا طارق بيه معايا. ابنك ان شاء الله هيرجع. حاضر معالي. حاضر حاضر بقى. صلى الله. ماشي اتفضل معالي. ده مساعد وزير الامن يوصيني عليك يا طارق بيه. انت اكيد اب ومقدر ظروفي، ارجوك ساعدني يا باشا. البت دي لازم تتمسك، ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس، انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن، بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه، حتى جوزها عليه قضيه قتل. يا نهار اسود. عارف يا باشا. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا بالراحة؟ على مهلك على مهلك. ها تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع. صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوه اي حاجه هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت. هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ حرام عليكم، انا عايزه امشي من هنا. لا لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي اوعى. مشوني من هنا. بليز بليز خليكي خليكي ما تتحققش. الحركة خطر عليكي دلوقتي. صداع. مشوني. دماغي. تعدي السنة دي وشوية الكوكايين دول ايه؟ هيبقوا كيلو واتنين. اهدى على نفسك، انا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش. انا عايز اعزل، وكل ما اقولك تقولي اصبري اصبري، انا زهقت. يا وليه زهقتي من ايه؟ لسه بقولك عايزين نلم ايدينا وبتاع. طب انت عارفه ناقص تبكة ونعوم في الملايين. ملايين ايه؟ انا عايزه شقة وهدوم وروشانة. يا وليه هتفرتكيهم؟ ده القرش بيجيب قرش. لا يا اخويا، القرش بيجيب الهنا البحباحة. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه شقة مش زي دي، شقة واسعة وعفش حلو
وغير الذهب الصيني ده البس ذهب. انا بقى عايز شويه حاجات، انما ايه انت ما تعوزش حاجه خالص. جرايه يا وليه بتكلميني كده ليه؟ انا شغال عندك. اسمع كلامي يا راجل، احنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر، عايزين نقبل على وش الدنيا، نعيش مع الناس الكويسين، فاهم؟ ولما تقفش تقفش؟ ما انت عمال خارج داخل خارج داخل، اتقفشت امتى؟ اللي بتعمله هنا اعمله هناك. ماشي، نبيع الحاجه وناخد فلوسها وبعد كده انا بنتكلم. انا اعدالك بقى لحد ما اشوف هتعمل ايه. هات الفلوس دي. خد. لا إله إلا الله. الله يرحمك. الله يرحمك يا ام صباح، كانت ست طيبة وعلى نياتها، بس بقى عملت فينا فصل الله يسامحها. هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا. الله يرحمها ويحسن إليها. يا رب. بس عارف يا صلاح، لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه، افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. بس هو وضع اكتر مني يا صلاح، عشان هي خلفت منه وخدت المال. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت غارت. ايوه الحمد لله. بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي. طارق ده مليونير، واحنا قاعدين معاه في مدير امن اتصل ووصى عليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجره وقدرت تلف الراجل ده هو كمان. لا لا مش ده قصد الكلام. هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا، زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها. يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه؟ اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح. بس يعني لو هي غاوية سرقة هتقعد مع الراجل سنتين؟ هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صلاح؟ ربك هو اللي أعلم بالقلوب. ربنا يسامحنا جميعا. اشرب أحلام. تسلم. اشرب. لا حول ولا قوة إلا بالله.